من المجد وعلى الآباء لست انتصار. فلنتلو آيات النشيد، هللويا 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 هللويا. سر افرحي يا مريم بقيامة البكر الحبيب، فهو القدير الأعظم والقاهر الموت الرهيب. فبمدحه نترنم هللويا 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 هللويا. بشرى أتتها المريم من مرسل الرب الأمين. الرب قام من الممات بالعز والنصر المبين. فلنمدح محيي الرفع، هللويا 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 هللويا. قد قام ذكر الراقد بشرى لمن هم في القبور، إذ هم جميعا قائم يوم القيامة والنشور. فيشيد أجناد اليمين هللويا 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 هللويا. فيسوع في هذا القيام أحيا رجاء كل الأنام، وعبى الرضا مع السلام والصلح وخير الوئام. فله نسبح للدوام هللويا 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 هللويا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح القائم من بين الأموات ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً ومع روحك أيضاً. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، في هذا اليوم الذي نحتفل به بعيد الفصح، بعيد الرب الذي قهر الخطيئة والموت، لنذكر ضعفنا وخطايانا ونندم عليها، فنكون أهلاً لإقامة قداس العيد. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البترية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. Kyrie
يا حامل خطايا العالم
من فتحت لنا اليوم أبواب الأبدية بابنك الوحيد قاهر الموت، نسألك ونحن نحتفل بقيامة الرب المجيدة أن يجددنا روحك القدوس فننهض إلى ضياء الحياة في المسيح يسوع ربنا ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام شرع بطرس يقول: أنتم تعلمون الأمر الذي جرى في اليهودية كلها، وكان بدءه في الجليل بعد المعمودية التي نادى بها يوحنا في شأن يسوع الناصري، كيف أن الله مسحه بالروح القدس والقدرة، فمضى من مكان إلى آخر يعمل الخير ويبرئ جميع الذين استولى عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود على جميع أعماله في بلاد اليهود وفي أورشليم، والذي قتلوه إذ علقوه على خشبة هو الذي أقامه الله في اليوم الثالث وخوله أن يظهر لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. وقد أوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أنه هو الذي أقامه الله دياناً للأحياء والأموات، وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كلام الرب. الشكر لله. هللويا. اعترفوا للرب لأنه صالح، إن إلى الأبد رحمته. ليقل المتقون للرب إنه صالح، إن إلى الأبد رحمته. هللويا. يمين الرب صنعت بيباس، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. هللويا. الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأساً للزاوية،
من عند الرب كان ذلك وهو عجب في أعيننا. هللويا هللويا هللويا. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل قولوسي. أيها الإخوة، أما وقد قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلا، حيث المسيح قد جلس عن يمين الله. ارغبوا في الأمور التي في العلا لا في الأمور التي في الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم محتجبة مع المسيح في الله. فإذا ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضاً عندئذ معه في المجد. كلام الرب. الشكر لله. لذبيح الفصح يجدو بالثناء المؤمنون، هب لنا يا رب نصرا وقنا شر المنون. قد فدى كل القاطعين حمل الله الحنون، المسيح البر أرضا المنون. فقضى بدء حياته وهو حي لا يهون، فعسى أن تعني منا مريم العلم اليقين. أخبرينا ما رأيت اليوم في النهج المبين، قبر فدي المسيحي حي رب العالمين، وسنى مجد بعث من ظلال الراقدين، وملكين وقوفا عن شمال ويمين، ثم من ديلا هناك مع أكفان الدفين. قام ربي ورجائي فانتفت كل السجون، وهو ماض للجليل ملتقى ثم يكون. المسيح الرب قام يا
نبح المسيح فصحنا فلنعيد إذن في الرب. هللويا 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 هللويا. من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي الباشي. المجد لك يا رب المجد لك. وفي يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر عند الفجر، والظلام لم يزل مخيماً، فرأت الحجر قد أزيل عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوا. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وذهبا إلى القبر يسرعان السير معاً، ولكن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر وانحنى، فأبصر اللفائف ممدودة ولكنه لم يدخل. ثم وصل سمعان بطرس وكان يتبعه، فدخل القبر فأبصر اللفائف ممدودة والمنديل الذي كان حول رأسه غير ممدود مع اللفائف، بل على شكل طوق خلافا لها، وكان كل ذلك في مكانه. حينئذ دخل التلميذ الآخر وقد وصل قبله إلى القبر، فرأى وآمن، ذلك بأنهما لم يكونا قد فهما بعد الكتاب الذي يقول: إنه يجب أن يقوم من بين الأموات. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. الإخوة الكهنة، الأخوات الراهبات، أيها المؤمنون الأعزاء المشاركون معنا من منازلهم، أحييكم بالبشرى الفصحية: المسيح قام، حقاً قام. صباح الأحد
الذي تلا الجمعة الحزينة بكرت مريم المجدلية إلى القبر لتطيب جثمان المعلم المحبوب، وكان همها الأكبر من سيدحرج لها الحجر الكبير، وكانت دهشتها عظيمة لما رأت الحجر قد دحرج، فأسرعت لاهفة لتعلم بطرس ويوحنا المختبئين مع التلاميذ في علية صهيون القريبة من هناك. فهرول التلميذان إلى القبر ودخلاه ليجدا اللفائف والكفن مرتبة في مكانها ولكن بدون الجثمان. منترة تجرأ وحرك الحجر الكبير وسرق الجثمان الطاهر. هل هم الجند الرومانيون؟ كلا، فلا مصلحة لهما في ذلك. هل هم رؤساء الشعب؟ مستحيل، كانوا مشغولين بالعيد ومطمئنين لوجود الحراس. هل هم الرسل أنفسهم؟ مستحيل أيضاً، فكانوا مرعوبين، والمرعوب لا يجرؤ على ذلك، لا سيما والقبر كأن القبر كان محروساً. من ناحية أخرى، كانوا جبناء وقد تخلوا عن يسوع عندما كان بحاجتهم، فلماذا يأتون الآن ليفتحوا قبره؟ وأمام القبر الفارغ تذكر التلميذان أن يسوع سبق وأنبأ أنه سيتألم ويموت ويدفن ويقوم في اليوم الثالث. وليس القبر الفارغ هو الشاهد الوحيد على القيامة، فقد رأته المجدلية وتكلمت معه في البستان، وعاينه تلميذان متوجهان إلى عماوس، وتراءى أيضاً للأحد عشر في العلية، وكذلك ظهر لتوما بعد ثمانية أيام، ثم لسبعة منهم على شاطئ بحيرة طبرية. إخوتي وأخواتي، أمام القبر الفارغ نقف اليوم ونحن متأثرون لشهادة التاريخ ولشهادة الضريح ولشهادة الأكفان واللفائف المرتبة مكانها، ولا سيما لشهادة الذين رأوه حياً بعد قيامته. إنه يقين تاريخي، يقين إيماني يتحول إلى صرخة نرفعها بملء أفواهنا: المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين هم في القبور. ومع الليتورجية اللاتينية نرنم: إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، والذي بموته نقض موتنا وبقيامته أعاد الحياة إلينا. إخوتي وأخواتي، ما هي معاني عيد القيامة لنا اليوم؟ المعنى الأول: مسيحنا صادق وجدير بالثقة والتصديق، لقد تنبأ أنه سيقوم في اليوم الثالث، وبالفعل قام كما قال. إذن هو يعي ويعني ما يقول، ويقول ما يعني. وإذا صدق في هذا الأمر العظيم الذي يفوق تصور البشر، فإنه صادق مصدق في إنجيله وفي كل أقواله ووعوده. والمعنى الثاني منبثق من الأول: بقيامته قهر يسوع أكبر عدوين للبشرية، هما الموت والخطيئة. نعم، الموت يخيفنا، الموت عدونا، لأنه يقتلعنا من جذورنا ويفصلنا عمن نحب وعما نحب. الموت يخيفنا بسبب فجائيته وقطعية قراره،
وكأني بيسوع القائم يقول لنا اليوم: لا تخافوا، قهرت الموت عدوكم اللدود، وليس القبر محطتكم الأخيرة، في بيت أبي منازل كثيرة، وأنا ذاهب لأعد لكم مقاماً. وهذا الوعد بالحياة الأبدية هو الذي يجعلنا نصلي من أجل موتانا الأعزاء، إيماناً منا بأن ثمة حياة أبدية أفضل من هذه الحياة، وقد دشنها السيد المسيح بقيامته. أما العدو الآخر الأشد فتكاً فهو الخطيئة. الخطيئة هي مرض روحي يبعدنا عن الله مصدر سعادتنا. الخطايا الكبرى هي أمراض روحية خطيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة. الخاطئ المتصلب هو مريض ومصاب، والأناني المتمحور على ذاته والذي يفكر أنه مركز الكون هو مريض دون أن يعلم، والمتكبر المتعالي الذي يعتبر نفسه دائماً على حق وأن الآخرين مخطئون هو مريض، والحقود المنتقم هو مريض، والنمام والمفتري هو مريض، والكاذب المراوغ هو عدو للحقيقة ومريض، والذين يطمعون ويسرقون ويخنون هم مصابون بأمراض روحية عسيرة. إخوتي، نحن كلنا نخاف من المرض والموت، ودليل ذلك أن العالم مرعوب والبشرية راكعة على أقدامها بسبب فيروس صغير. صدقوني، الخطيئة التي بها نهين الله ونؤذي الناس هي أشنع من وباء الكورونا، لا بل وأشنع من الموت الجسدي. فالموت في بعض المرات أرحم بكثير من الخطيئة، لأنه يحدث معنا مرة واحدة وتليه الراحة الأبدية. لكن بسبب المعصية والظلم فإننا نموت كل يوم ونقتل كل يوم. الأمراض الفتاكة تقتل، ولكن الذين يموتون في الحروب والظلم والتهجير والمجاعة والإجهاض وكلها ثمرة الخطيئة هم أكثر بكثير. إخوتي وأخواتي، يقول لنا القديس بولس: أما وقد قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلى، حيث المسيح قد جلس عن يمين الله. أي اسعوا إلى الفضيلة وإلى كل ما كان حقاً وشريفاً وعادلاً ومستحباً وطيب الذكر وأهلاً للمدح. ويقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: أما تعلمون أن قليلاً من الخمر قليلاً من الخميرة يخمر العجين؟ فطهروا أنفسكم من الخميرة القديمة لتكونوا عجيناً جديداً. فلنعيد إذن لا بالخميرة القديمة، لا بخميرة الخبث والفساد، بل بفطير الصدق والحق. إخوتي وأخواتي، أقدم التهاني الصادقة إلى جميع كهنتنا في مختلف الرعايا، ولاسيما إلى الذين أحيوا معنا طقوس الأسبوع المقدس. أعايد الشمامسة والشضايق والراهبات والفعاليات الرعوية والكشافة والجوقات وخدام الهيكل والشبيبات والأخويات ولجان المحبة وكل المتطوعين والمحسنين إلى بيت الله المقدس. نصلي اليوم من أجل مرضانا، ونقدم العزاء للفاقدين حديثاً الذين لم تندمل جروحهم بعد. صلاتنا اليوم لكل من طلبها أو بحاجة إليها. نصلي بحرارة كي يجد العلماء دواءً للوباء المتفشي، وأن يبارك جهود الأطباء والممرضين الذين يخاطرون بحياتهم. نصلي من أجل الحكومة الأردنية والجيش العربي والأجهزة الأمنية ولكل المواطنين كي يصبروا ويتعاونوا ويتعاضدوا.
نصلي من أجل جلالة مليكنا عبد الله الثاني كي يبقى نعم القائد والأب لهذا الوطن الذي نعتز بالانتماء إليه. إخوتي وأخواتي، لا شيء يمكنه أن يمنع عنا فرح القيامة وبركة القائم الذي بعد أن سحق أكبر عدوين للبشرية يعد أن يشركنا في هذا النصر. نحن نعلم أنه صادق، لذلك نفرح ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح به ولنتهلل. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن بشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس المرضي، وتألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا ثناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الدهر الآتية. آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنرفع الصلاة في هذا النهار المقدس إلى الله الذي استجاب دعاء ابنه الحبيب وابتهاله، فيبادر ويعطف على تواضعنا. لأجل رعاة نفوسنا أن يسهروا على رعايانا التي وكل إليهم الراعي الصالح، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل بلادنا والعالم أجمع أن تنعم بالسلام الذي يهبه المسيح القائم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل إخوتنا المتألمين، خاصة مرضى الكورونا، أن ينعموا بالشفاء العاجل ويتبدل حزنهم فرحاً، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل سلطات العالم الحاكمة، ملكنا عبد الله الثاني وحكومتنا وكافة الأجهزة الأمنية، كي يبارك الرب أتعابهم ويهبهم صحة النفس وقوة الجسد لخدمة أبناء هذا الوطن الطيب، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لأجل أبرشيتنا وجميع رعايانا، أن تشهد بكل جرأة لقيامة المسيح، فتعيش أسرنا الإيمان في بيوتهم في ظل هذه الظروف الصعبة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب.
تتكرم السيدة العذراء أم الكنيسة وأمنا، وتشفع لنا أمام ابنها القائم، وتمنح بلادنا السلام والشفاء والطمأنينة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم يا من يعلم بأن حياة البشر تفتقر إلى أمور عديدة، استجب رغبات المبتهلين إليك وحقق طلباتهم بالمسيح ربنا. آمين. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. رب الذبيحة من يديك لمدح اسمي ولتمجيدي ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. في فرحة العيد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الكريمة، بها تولد كنيستك ولادة جديدة، وبها تغذى على الدوام بنوع عجيب بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعد.
إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيداً أعظم في هذا النهار وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، وهو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته أعاد الحياة إلينا. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة، والقوات العلوية وجوقات الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد منشدين. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيد روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتصرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ومدبرنا رئيس الأساقفة بيير باتيستا وأسقفنا ويليام والكهنة والراهبات والشمامسة والمساركين معنا روحياً في هذه الذبيحة والأطباء والممرضين والشعب المسيحي أجمع. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي،
وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيباً في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومار شربل والرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدور. مثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماء الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنح الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً ومع روحك أيضاً. بمحبة المسيح القائم لنحيي بعضنا بعضاً. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا عالا، امنحنا السلام، امنحنا السلام، امنحنا السلام. هو
ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. أيها الإخوة والأخوات الأكارم في البيوت، تعودنا في هذه الأيام على رتبة التناول المقدس تناولاً روحياً، لذلك لنشكر الرب في هذه اللحظات على نعمة الاحتفالات الفصحية، على نعمة هذا الأسبوع المقدس، على نعمة القربان المقدس الحاضر في كنائسنا والحاضر اليوم في بيوتنا وفي قلوبنا. مع هذه الأجراس التي تقرع نطلب من الرب أن يأتي إلى قلوبنا في هذه اللحظات، ونتلو معه وله فعل التناول الروحي. دعونا نقول معا: يا يسوع المسيح، أنا أؤمن أنك حاضر حقا في سر القربان الأقدس. أنا أحبك يا إلهي فوق كل شيء، وأرغب أن تسكن في نفسي، ولكن بما أنني لا أستطيع أن أستقبلك الآن في سر القربان المقدس وفي هذا النهار المقدس، نهار الفصح المجيد، تعال إلى قلبي روحياً حتى أشعر كأنك قد جئت وسكنت في نفسي بالفعل، فأعانقك وأتحد بك بكليتي. لا تسمح يا رب، يا فدي القائم من القبر، لا تسمح بأن أنفصل عنك أبداً. آمين. والموت علينا يا
قلبي موتانا أضحى حياتنا يا حيا لنصلي. اللهم احرس كنيستك بحنان لا يكل ولا يمل، واذ تنعشنا باسرار فصح الرب الناهض من بين الاموات، ابلغ بنا نور القيامه المجيده بالمسيح ربنا. امين. أنزل الإله القدير بركته عليكم في عشية في صباح هذا الفصح، ونجاكم راحماً من كل شر وخطيئة. آمين. وهو الذي ولدكم ولادة جديدة بقيامة ابنه من بين الأموات، يغمركم جميعاً بمواهبه الأبدية. أنتم الذين ذكرتم ألام المسيح خاشعين، وها أنتم اليوم بفصحه المجيد تحتفلون. بلغكم الله الأفراح الفصحية في الملكوت السماوي. آمين. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. هللويا هللويا.